إلى حل سلمي بما في ذلك الرعاية السعودية للاتفاق والإمارات تدعم وتقف في صفوف من يقدمون المساعدة من أجل السلام في اليمن. في الخاتمة أعرب عن بالغ امتناني للمملكة العربية السعودية للدفع للتوصل إلى حل سلمي للمرجعيات الثلاث لمبادرة الخليج والمؤتمر الحوار الوطني وقرار الأممي. فليبارككم الله والسلام عليكم ورحمة الله.